حقيقة خلنا نتكلم عن النفقات الرأسمالية الأخ الرئيس فيما يتعلق في صفحة 8 وتحديدا بالمشاريع وعدد المشاريع. في هناك موافقة سابقة حوالي 417 مشروع، عدم صرف الجهات الحكومية على 186 مشروع، مع العلم أن الأخوة في الميزانيات والحكومة وافقت على هذه الأموال، ولكن لعدم وجود المستندات وتأخر تنفيذ مثل هذه المشاريع في هناك حوالي 186 مشروع معلق، ما زال معلق. تأتي اليوم الحكومة وتأتي هذه الجهات وتطالب بأيضا 35 مشروع جديد خلاف ال 186 مشروع اللي للآن ما تم تنفيذه. في تناقض الأخ الرئيس فيما يتعلق في تنفيذ هذه المشاريع، أما يكونون بعدم توفر مستندات، أما يكونون في عدم أيضا متابعة مثل هذه الأعمال. الآن لما أتكلم في هذه الجزئية تحديدا، في تقرير من قبل الأخوة في لجنة الميزانيات بعدم تنفيذ 186 مشروع، والحكومة مطالبة ب 35 مشروع إضافي.